بعيدا عن الأغنية هذه اللي بتذكرها يسلخ لايك ويقول لي في ايش بتفكروا. طبعا يا جماعة الخير زمان كان فيديوهاتي اول ما ابدأها في النغمة هذه، طبعا حبيت ان انا اعيد ذكرياتي معاكم. طبعا اللي كان متابعني من اول وسمع النغمة هذه يكتب لي تحت في التعليقات. طبعا يا جماعة الخير رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا اليوم الفيديو تبعنا هيكون عن عبير وانس الديك اللي هو البط. طبعا يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين هذا هو عابر، بسم الله ما شاء الله عليه. شفنا اللي هو ذريته ولكن مش على ايد مرته. طبعا زي ما ذكرت لكم قبل في الفيديوهات انه كانت مرته بايضة ورغضت على البيض، ومن تدخل مني وتدخل من عابر قامت عن البيض. طبعا هو كان يجيها في الليل ويقومها غصب عنها وقامت عن البيض، وانا اخذت البيض وهو كان في جنين وحطيته تحت الرومي ونازل بيفقس بسم الله ما شاء الله. فقس اول فوج 2 وهي في كمان فوج نازل بنقر زي ما شفتوا في الفيديوهات. طبعا هبقى اعملكم عليه فيديو اول ما يفقس. طبعا عشان ما اوديكوش واجيبكم خلينا نروح نشوف البطه والبيض اللي جمعته. صراحه كانت مفاجاه كبيره 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 منه ومن اللي هو الانثى عبير، انه انا الاقي بيض وبنفس الوقت بايضه، وإشي كتير كتير حلو. فالحلقة هذه حماسية وحلوة كتير كتير. طبعا أنا هختصر في الفيديو هذا وحنشوف اللي هو عبير والبيض اللي باضته، وحنتكلم شوية هيك وحننقل حنتكلم في مواضيع تانية. فاللي بدي إياه منك لو أنت أول مرة بتفوت قناتي يا ريت تعمل سبسكرايب، تفعيل تنبيه، جرس الفائقة أبو حزين ليصلك كل جديد. وبدي حبطرش لايكات يا جماعة الخير، وخلينا نفوت على الفيديو ونسمي الله. طبعا هو مبسوط متجلي، هو حيصير ابو، هو صار ابو ولكن مش من الرقد تبع اللي هو زوجته، صار ابو من تحت رقد. صراحة في كتير منكم قال لي يا ابو ادم هذا صغير ومش حيكسر، اول ما كان يكسر وتبيض انتهته، والبيض ما يكونش يعني البيض ما يكونش مش حيكون فيه له جنين. ففاق كل التوقعات تبعتكم وطلع في جنين وفقس، وهي عندي كتاكيت منه لإلي لوز وسكر هلقيت حنشوفهم برضه. فخلينا نروح نشوف اللي هو البطة. طبعا هي عاملة خن هانا فحنحكم عليها المكان دي. طبعا يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله عليها، هذا هو البيض تبعها اللي جمعته، فبسم الله ما شاء الله عليها. طبعا هي هرت ايدي خلاص راحت مش حتنفع بعد هيك. زي ما شايفين بيض البط يا جماعة الخير هيه وليه اهدي. بيض البط هيك بتلاقيه مدلغم، مش عارف كيف اوصف لكم، لونه سمني، لون البيضة سمني هيك، بتلاقيه مش زي البيض العادي، تلاقيه هيك لونه سمني وهيك دغم، ملهوش اللي هو راس مدبب، شكتين نفس الاشي، فاهمين عليا؟ فمعانا بطين هنا كمان يعني 3 بيضات. يا حجة اهدي يا حجة، خلاص ايدي راحت انا. تمام حنفرجيكوا اشي كيفكم تعرفوا البط انه جاهز للبيض. زي ما انتم شايفين بطنها مبين بسم الله ما شاء الله عليها، في عندها تطليز هيك زي الطلوزة من كل النواحي، فحتعرف انه هي ايش جاهزة. طبعا الوجه بيكون هيك مفتح حمار. طبعا لقيتها عامله هيك خن، احنا بدناش نزعجها عشان ما تقومش عن البيض زي المره اللي فاتت. زي ما انتم شايفين عامله خن وايدي راحت انا ومتداريه، فيعني كل التوقعات انه هذا بيضها وهذه هي المنطقه الجديده تبعتها، وخلص يعني هي هتجمع بيضها وان شاء الله هترقد عليه. تمام فاحنا في الحلقة اللي هو قبل هذه اتكلمنا عن البيض اللي احنا خدناه من تحتها بعد ما قامت غصب عنها من الذكر، كان يقومها في الليل. فرجيناكم هو بنقر ورشينا عليه مية على اساس انه هو يفقس، فهنعملكم فيديو تاني لما يفقس ان شاء الله. اشي كتير كتير حلو والله يا جماعة الخير، اشي كتير كتير حلو. طبعا زي ما انا معودكم انه انا من اي جوز بعمل مزرعه، يعني هيها ذكر بط وانثى بط باضوا اول شيء عندي وما نجحش معاهم، فانا استغلت الموقف وحطيت تحت الرومي، وهيو نجح تحت الرومي وطلع كتاكيت واستفادت منه، وهيهم رجعوا باضوا وحيصير اللي هو ان شاء الله رقد وبالتالي فقس. فاحنا هنضلنا وراكي لما نشوفك هيك زي الشاطره بتمشي وكتاكيتك وراكي بيك بتلعوبوا، تمام؟ فحنتركها يا جماعه الخير ونسكر عليها هيك. طبعا هي مستاءة على اساس انه احنا كشفنا عليها المكان كشفناها فطبعا بديش العب في البيض والمكان كتير على اساس انه هي ما تهربش وتقوم من هان وتبطل تبيض وتعمل حردة وتزعل. عبورة هانم تمام واقف برا فكني بضرب فيها، لا يا حاج بس بمس عليها. طبعا كله نايم، لقيت حنشوف اللي هو البط طبعا نايم تحت جناحها سبحان الله، ولكن هي يعني مش الام ولكن نايم تحت جناحينها، لقيت حنشوفه. طبعا يا جماعة الخير التزاوج تبع البط بيتم في الليل، اغلبته في الليل، يعني تلاقي الذكر بالحقه وبكسر عليها تمام. ولوز وسكر بسم الله ما شاء الله. ولاد اللي هو عابر صراحة كان عابر لسه وجهه مش محمار، فعلى اساس هيك المتابعين كانوا يقولوا لي يا ابو ادم عابر البط الديك هذا كانوا يشككوا فيه، يقول لي هذا انثى. فسبحان الله يعني التكسير تبعه طلع اللي هو كتاكيت، يعني كان اللقاح تبعه او التكسير تبعه فيه اللي هو اجنه، فهذا اشي كان كتير كتير يعني حلو انه لسه يعني عمره شبابي، يعني لسه شبابي ومش محمر وشه وحتى مش متكون عنده اللي هو الاحمرار او الجلد هذا اللي بالاحمر، يعني كان هيك ساده هيك حملص مملص، مش عارف اذا بتفهموني ولا لا طبعا انتم مشاهدين اللي هو الفيديوهات قبل هيك وعارفين انا ايش بحكي. طبعا بسم الله ما شاء الله هذا هو الانتاج تبعه، ولسه ضايل فيه تقريبا 10 بيضات بفقسه. طبعا زي ما قلت لكم حاعملكم فيديو في التفقيس اول ما يفقسوا. طبعا حجيبهم هان مع هدول، حيكون في اختلاف بالاعمار اللي هو 10 ايام بين هدول وهدول، ولكن احنا حنظبط الامور وحنعالج القصه. طبعا هنخليهم بعد ما يفقسوا تحت اللي هو الروميه اللي راكده على البيض، بيض اللي هو الرومي. خلينا نروح غاد ونشرح شويه. طبعا زي ما قلت لكم او في الحلقه اللي فاتت شفنا البيض ورشيناه في الميه، بيض اللي هو عبير وعابر. طبعا هم في قبج وفي دجاج رومي، بيض دجاج رومي، وفي اللي هو البط زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي قبل هذا، احنا فقست معانا ورشينا البيض اللي كان هنا. طبعا يا جماعه الخير اول ما يفقس اللي هو الكتاكيت هذه البط تقريبا في يعني بيض محترم، يمكن 10 أو 9 بيضات مش ذاكر، ولكن اللي حيصير انه احنا حنخلي اللي هو الفقس هان تحتيها تحت البيض لمده 2 أو 3 أيام قبل ما يشد عوده، وبالتالي حننقلهم معاكم للبيت مع لوز وسكر في اللي هو تحت الروميه الثانيه. طب ليش بدك تسوي هيك يا ابو ادم؟ اول حاجه يا جماعه الخير هو كده كده الكتكوت اي نوع كتكوت بتلاقيه اول يومين او اول 3 أيام تلاقيه هيك مارخي وبيحتاج اللي هو الدفئ وبس، بدهوش لا ياكل ولا يشرب. فاحنا في ال3 أيام هدول او اليومين هدول هنخليهم هان يشد عودهم هيك ويشد ازرهم، وبعدين ننقلهم على البيت الثاني. خلينا نروح نشوف ونشرح لكم غير نكمل لكم. تمام يا جماعه الخير زي ما قلت لكم انه انا هجيبهم هان ان شاء الله اول ما يفقسوا، اذا ربنا راض يعني وصار نصيب فيهم وفقسوا هنجيب اللي هو الفقس مع هدول، ولكن زي ما قلت لكم قبل شويه فما علينا. خلينا نروح نشوف ديك البراهمه بسم الله ما شاء الله. طبعا لوز وسكر منعنشين، هنشوف ديك البراهمه هقول لكم ايش سويت فيه وحنتكلم شويه طبعا عن اللي هو البراهمه والبراهميات، واذا تم معانا وقت في الفيديو حفرجيكم انتاج الحمام ال7 جزء اللي عندي. صراحه في كتير قال لي يا ابو ادم صور لنا الانتاج والحمام، فان شاء الله اذا تم وقت في الفيديو حصور لكم اياه تمام. فيلا ليتس جو والله ما بنمل منكم، بدي اضل شوي هيك. خلينا نروح يا جماعه. تمام يا جماعه الخير، احنا هلقيت في نص البيت، فكمبدئيا خلينا نشوف تجميع بيض الدجاجه اللي حطيناها تهجين، ولا عزة الله، تهجين ما بين البراهمه والبرغالي. طبعا هذه هي، بسم الله ما شاء الله، هي حجمها حلو يعني، مش تستهينوا فيه يعني، الحجم حلو، حجم يعني مش صغير ولا متوسط، يعني حجم حلو بالنسبة للي هو التهجين تبعها. طبعا نيجي لفادي، طبعا هي قدوة، بسم الله ما شاء الله عليها. نروح لقدوة، طبعا فدوة نايمة، وهذه هي قدوة بسم الله ما شاء الله عليها. إذا بتلاحظوا هذا اللي هو الشرابة 4 لتر، وهذه علي اللي هو قدوة، وعلي اللي هو التهجين ما بين البراهمة والنوع تاني. طبعا خلينا نشوف فادي وقدوة. طبعا فادي يا جماعة الخير أنا ملصت له كل شعر ريش جري، تمام، ملصت له إياه، ولقيت في ديله أو الدنب تبعه الديل، لقيت فيه ريش مكسر، يعني هو ديله أكبر من هيك، فبرضه ملصته. طبعا يا جماعة الخير إذا بتلاحظوا على ديله أو إذا بتلاحظوا على إجريه، أنا ملصت له اللي هو الشعر بين إجريه، لأنه كان مكسر، كان ريحته بتقتل، يعني أغلبية الريحة كانت طالعة من إجريه مطرح اللي هو اللوايص اللي كانت قبل. فهيو زي ما شايفين إجريه ملص من اللي هو الريش، فيش اللي هو الريش اللي كان هان، هذا هو. وطبعا يا جماعة الخير زي ما شايفين انا ملصت له اياه كله، مش ضايل حاجة، فاهمين علي كيف؟ فبرضه هذا اللي هو قدوة، بسم الله ما شاء الله عليها، هي بس نايمة، فبسم الله ما شاء الله عليها.